ننتقل معكم إلى مبنى وزارة التعليم العالي في برج السنابل للحديث عن برنامج الاختبار الوطني الموحد. هذا البرنامج اللي يأتي ضمن المساعي الرامية إلى ضبط جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مبنى وزارة التعليم العالي زميلنا فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت. فهد صبحك الله بالخير، ويا ريت تعرفنا بتفاصيل أكثر عن برنامج الاختبار الوطني الموحد. صبحك الله بالخير زميلي نجيب، تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. فعلا تحاكي وزارة التعليم العالي يعني اليوم جودة التعليم من خلال تفعيل ركيزة جودة التعليم التي جاءت بها خطة الدولة التنموية الكويت الجديدة، من خلال يعني مسابقة الزمن في كافة المستويات العلمية والعملية والأكاديمية من أجل تحقيق ركيزة جودة التعليم، ويتجلى ذلك من خلال بوابة وزارة التعليم العالي التي فعلا يعني أعلنت قبل أسبوع من الآن، وعلى لسان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، عن الاختبار الوطني الموحد الذي يعد نقلة نوعية في التعليم العام والتعليم العالي، كونه يحاكي جودة التعليم. وسينطلق ذلك الاختبار في الشهر الجاري من أجل ضبط الجودة وفرض فرص العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة المتقدمين للتعليم العالي والجامعات الحكومية والبعثات المحلية والخارجية. جهود كبرى تبذل من قبل وزارة التعليم العالي في سبيل تطبيق ذلك الاختبار الوطني الموحد، والذي يأتي تكريسا لركيزة جودة التعليم التي جاءت بها خطة الدولة التنموية، ويحاكي مستقبل التعليم في دولة الكويت من خلال ذلك الاختبار الذي يأتي في متناول كافة يعني أيدي الطلبة، ويأتي أيضا ضمن توجه الدولة لتطوير التعليم وتحقيق يعني الجودة الممكنة في كافة مؤسسات التعليم العالي والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية، على طريق تحقيق جودة متميزة في التعليم في دولة الكويت، ليكون التعليم رافدا مهما لمستقبل الكويت الجديدة. فعلا وزارة التعليم العالي وبناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، بدأت بالتجهيز الفعلي لذلك الاختبار الوطني الذي سيكون نقلة نوعية في رفع مستوى التحصيل العلمي والأكاديمي للطلبة الخريجين من الصف الثاني عشر، سواء كان ذلك في التعليم العالي أو التعليم الخاص. ويأتي ذلك في الجانب الآخر بناء على توجيهات من قبل مجلس الوزراء على طريق تحقيق جودة التعليم العالي والتعليم العام في دولة الكويت، ليكون العنوان الأكبر لخطة التنمية كويت جديدة. نعم نجيب، يعني هذا كان كل ما لدينا من وزارة التعليم العالي، حيث تم إطلاق الاختبار الوطني الموحد الذي سيكون نقلة نوعية في التعليم العالي. ويسعدنا في هذه يعني الدقائق القادمة أن نلتقي بالأستاذة نسيبة النصف مراقب البحثات الأجنبية في وزارة التعليم العالي للحديث عن ذلك الاختبار وللتأكيد يعني على جودة التعليم. صبحت الله بالخير أستاذة يعني سيبة، يعني اليوم الاختبار الوطني الموحد نقلة نوعية جديدة في التعليم العالي والتعليم العام في دولة الكويت، ماذا نقول للمشاهدين والمستفيدين من هذا الاختبار والفئات المستفيدة، ومتى سيتم تطبيق ذلك الاختبار الوطني الموحد في دولة الكويت؟
السلام عليكم ورحمة الله. في البداية حابين نعطيكم فكرة عن الاختبار الموحد لقياس القدرات اللي راح يبدأ العمل فيه في نهاية شهر أكتوبر الحالي. هذا الاختبار جاء هو تنفيذ لبرنامج عمل الحكومة بشأن إطلاق حزمة من الاختبارات الوطنية الموحدة لضمان الجودة جودة التعليم وتحقيقا لمبدأ العدالة بين طلاب خريجي الثانويات العامة والخاصة، وتكافؤا للفرص بين المتقدمين في مؤسسات التعليم العالي. لهذا الاختبار رح يقدم للطلبة الراغبين بالتسجيل في بعثات الوزارة للتخصصات الطبية اللي هي طب بشري، طب أسنان، الطب البيطري والصيدلة، والتخصصات الهندسية بجميع فروعها، وذلك لبعثات الوزارة والبعثات المتميزة وبعثات الإيفاد المباشر. رح نعتمد المعدل المكافئ المحسوب والمطبق في جامعة الكويت في السنوات السابقة، مع مراعاة في حال رغبة الطالب الحاصل على درجة آيلز أو توفل أو SAT بأخذ الدرجة الحاصل عليها بدلا من اختبار اللغة اللي يتم إجراءه في جامعة الكويت، وذلك لاحتسابه ضمن المعدل المكافئ باعتماد الأوزان المحددة والمعتمدة من قبل جامعة الكويت. هذا الاختبار هو اختبار ساري وجاري العمل فيه بالسابق في جامعة الكويت من قبل الطلبة، ومطبق بالجامعة في جميع السنوات السابقة. التقديم على هذا الاختبار سيكون خلال التسجيل في موقع الجامعة الخاص بالاختبار الموحد، ورح يكون في بداية من نهاية أكتوبر للطلبة الراغبين في إجراء هذا الاختبار. وزارة التعليم العالي عقدت عدة اجتماعات مع جهات مختلفة ومؤسسات الدولة لعمل هذا الاختبار، ورح يبدأ التطبيق مثل ما قلنا في نهاية الشهر. يعني طبعا في النهاية تهدف وزارة التعليم العالي إلى فرض تكافؤ الفرص وتطوير يعني جودة التعليم في كافة المؤسسات التعليمية سواء كانت العامة أو الخاصة. نعم، هذا هو الهدف من إجراء هذا الاختبار الموحد لقياس القدرات لتحقيق مبدأ العدالة بين جميع مؤسسات التعليمية في الدولة. كل الشكر والتقدير للأستاذة مسيبة النصف مراقب البحثات الأجنبية في وزارة التعليم العالي، والشكر موصول لكل يعني الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة إلى تحقيق جودة التعليم في كافة المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي. نعم نجيب، نعود إليكم من جديد للعالم هذا الصباح لاستكمال فقرات البرنامج. الزميل فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.